وابتغِ فيما أنسب نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض يحب قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن فخرج على قومه يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما
العظيم.